هدرا تذهب هذه الكميات من المياه كما أهدرت ملايين الريالات لإنشاء هذا الحاجز الواقع في عزلة كبود بمنطقة وصاب العالي. حاجز المائي في ماجل الوادي كبود، هذا الحاجز يعني المقاول أنجز المشروع إلا أنه واجه مشاكل أثناء سير العمل، وقبل أسبوع أو أسبوعين يبلغون المواطنين على أنه في هناك بعض الإخلالات في العمل. احنا طبعا طلبنا منهم ان يرفعوا لنا تقرير، واحنا مكلف مندوب من قبل المجلس المحلي يتاكد من صحه اقوال الناس ونرفع للجهه المختصه اللي هي المموله مكتب الزراعه بالمحافظه او وزاره الزراعه طبعا، واتخذوا اجراءاتهم لان المقاول عنده ضمانات والواجب انه يصلح عمله. المشروع بنظر الاهالي فاشل بجميع المقاييس، وحاجتهم اليه ماسه كونه في منطقه يكابد ابناؤها الحياه ويعتمد المزارعون فيها على مياه الأمطار فقط. لم يلتزم المقاول بالمواصفات والمقاييس، لم يلتزم بالمواصفات والمقاييس التي اعطته الوزارة. فرحة المواطنين بحواجز المياه لم تتم، فما تم إنجازه منها حاله كهذا. أما مشروع الحاجز المائي لمنطقة الشغاوية في العزلة نفسها فتوفي في المهد كما يقول المواطنون. هذه المنطقة عدد سكانها يمكن يبلغ 2000 نسمة، ولن يوجد يعني المشروع هذا جابوا لنا يعني فرحوا المواطنين يعني بوجوده، ولكن دمرت علينا غيول هنا والأراضي، والمقاول هذا كبس لنا الردمية هنا والتزم يعني برفعها والآن ضايع لا أجا ولا شيء. منها من توفي ومنها من يعيش أرذل العمر في سنه المبكر، هكذا هي أحوال الحواجز المائية في وصاب. فيا ترى متى تتدخل الجهات المعنية وتوقف عبث الفاسدين؟